السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفت جل المناطق الشمالية للوطن الأيام الفارطة ارتفاع محسوس في درجة الحرارة. لماذا هذا الارتفاع وماذا بعد هذه الظاهرة؟ الزميل نبيل حسين رئيس قسم التنبؤات العامة والبحرية في الديوان الوطني للأرصاد الجوية يثري الموضوع. بالفعل الأخت حفيظة، شهدت البلاد فترتين مختلفتين في شهر أكتوبر. الفترة الأولى شهدت فيها انخفاض محسوس في درجات الحرارة، وأيضا كانت مرفوقة على المناطق الداخلية والهضاب العليا بأمطار رعدية. هذه الأمطار الرعدية كانت في بعض المناطق معتبرة محليا، حيث فاقت كمية الأمطار في بعض الولايات معدلها الفصلي لشهر أكتوبر. أما في الفترة الثانية عرفنا ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة، وحتى نسبة الرطوبة كانت عالية نسبيا. درجات الحرارة فاقت معدلها الفصلي بعشر درجات مئوية. أما فيما يخص شهر نوفمبر المجيد، سنعرف إن شاء الله ابتداء بعد مرور استقرار في الأيام الأولى، سنعرف ارتفاع مرور اضطراب جوي إن شاء الله بداية من يوم الجمعة، يعني ستكون فيه أمطار معتبرة أيضا محليا، خاصة على المناطق الساحلية والداخلية الوسطى والشرقية، لتعود الأجواء إلى الاستقرار ابتداء من أمسية السبت إن شاء الله. وسنسجل أيضا في يومي الجمعة والسبت انخفاض محسوس إن شاء الله في درجة الحرارة القصوى والدنيا. شكرا زميلي نبيل على هذا الإطراء. نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام.